أخبار اليوم. صراحة انت هنا يعني انا شفت المكان هنا كله ورش ومصانع رخام، لكن هنا الورشة بتاعتك مختلفة شوية. انت يعني لقيت حاجات تماثيل زخرفية ولقيت حاجات كتيرة جدا. كلمني كده عن اللي حضرتك بتعمله هنا والشغل ده، بتقول ان هو ناس بتاخده وبيتعرض في المعارض. ايه ممكن حضرتك تفهمونا هنا او بيتعرض في المعارض؟ انا بالنسبة لحضرتك للشغل دوت بقالي 32 سنة النهارده في المهنة دي. يعتبر المجي ونحات رخام والحد الفرعون اللي انا عند اي حد في المهنة دي. زي ما بيقولوا دايما الجندي المجهول. انا الجندي المجهول بتوع المقاولين واللي بينزلوا معارض وينزلوا شغل، يعتبر بياخدوا من عندنا الشغل دي. بياخدوه بحسوب سعر تكلفته وسعر اجرتي اللي بكلفها بيه، وهم بياخدوه بيحطوا عليه بنزل في المعارض الاقي فيه ارقام اضعاف اللي انا حاطه فيه. طب ممكن تكلمني عن الاشكال اللي انت بتعملها مثلا هنا؟ بعمل شغل نوافير، شغل قيمه، اي قيمه تاخد بيها حضرتك، شغل مصدام الاتصال، لو الجوامع القديمه كل المسامير القديمه الحمد لله شغال فيها. هنا كلهم عارفين في اي اتصال. بالنسبه لي هنا اي فكره بتخطر ببالي ممكن تجيلي فكره وانا قاعد قهوه وانا قاعد بالليل، بدي الصبح انفذها على حضرتك. تمام، بعيش مع الحجر زي ما هو عايز. انت بتشكلها زي ما انت عايز، الفكره بتشكلها زي ما انا عايز. هي مجرد فكره تطلع في دماغي، ببدا الصبح اشوف الحجر اركز فيها. لو قابلت حجره في الشارع ممكن اخدها تعطيلاتي كده، لاني جايبها وقاعد شغال فيها. بطلعها شيء من الحجر. عرضت حاجه في شغلك ده في اي مكان لما تنزل؟ هو هنا دايما المقاولين الكبار والناس الكبيره تيجي تاخد من عندي. بس السنه اللي فاتت ربنا كرمني ووزاره الصناعه تمام ضموني اليهم، ورحت عندهم عرضت ثلاث مرات السنه دي. ومعرضوا كده. وايه اللي حصل؟ والحمد لله رب العالمين كل القطع اللي معايا كلها اتباعت. كلها اتباعت. والطلب عليها بعد كده يعني. ما فكرش كده فيها، ما فيش اي عرض جانب ولا اي حاجه من في عروضات جاتني؟ كان في معرض في الامارات. في معرض دائم في السعوديه. وكان في معرض دولي في قطر كلموني يعني واتصلوا بيا. ربنا يعني ما معيش امكانيات ان انا اقدر اكلم الشغل ولا حاجه. ما فيش امكانيات. ما معيش امكانيات. طب الدوله انت تطلب من الدوله؟ ولا حاجه. يعني يحاولوا يساعدونا ان احنا ننمي الصناعه اللي عندنا. وهنا حضرتك لما جت وزاره الصناعه هنا قالت لي مهنتك بتنطرد. فبتنطرد عشان ما فيش حد يستحملها. النهارده الشاب عايز يتجوز وعايز 100 جنيه في اليوم وعايز 200 جنيه في اليوم. وانا هنا ما بقدرش اقاوم معاه في المبلغ ده. انما لو الدوله هم بيتكلموا على المعابد والاثار اللي احنا بنتكلم عليها من 7000 سنه. طب ما انا عندي الامكانيه ممكن لو محجمه. الاماكن السياحيه الكبيره ممكن اقدر اخلق لك اللي انت عايزه. كمجموعه صناعيه مع بعض. تمام. مجموعه افكار مع بعض ممكن نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. تعيش على القديم القديم القديم. طب ما انت بتموتني انا دلوقتي. المفروض انا عندي فكره وعندي طموح مش موجود. انا مستغل من غير. يعني انا مستغل من غير. الدوله عملت ايه بقى لها 32 سنه؟ بطالب انهم يعني يشوفوا الناس اللي هي مدفونه دي. مفكرين ما عندناش فكر، ما عندناش فهم. لا ده غلط. ده اكبر غلط. في صناعيه وزي كتير واحسن مني كتير. احنا ما بنخسرش حاجه. دايما اليد العامله ما تخسرش، تكسب. يعني اليد العامله ما تخافش منها. انا اشتغلت عند الوزراء، اشتغلت عند الرؤيه صح. اشتغلت في بيوت كلها العاليه. الكلام ده من زمان ومن دلوقتي. وكلهم اقدر اديهم مساعدة. فين يعني؟ عند رئيس مين؟ عند الرئيس حسني مبارك اشتغلت. عملت له في البيت عندي. عند امين بيئه واصل. اشتغلت عندهم وزبايني من سنين. اشتغلت عند ابو غزاله وليو منير كان ماسك القوات الجويه. عملت الفيلا عملت الفيلا والشغل ده. الشغل التقيل في البلد كنت انت بتعمله؟ الحمد لله بعمله. بعمل من عند الرئيس لحد الغفير.